تجمعوا صامتين في إحدى ساحات العاصمة تونس ونشروا هذه الصور للذكرى، فهي قد تكون أبلغ من الكلام، تضامنا مع صحفيي تلفزيون فيرست تي في تونسيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من 4 أشهر. فالمعلومات شحيحة عن وضعهما والحيرة بادية على وجوه أصدقائهما الذين جاءوا للمطالبة بالإفراج عنهما. لا يختلف الأمر كثيرا هنا حيث تسكن عائلة نذير الكتاري. التقينا أقاربه فحدثونا عما يعيشونه من ألم وعذاب في ظل غياب أي أخبار مؤكدة عن ابنهم. فلا جهة تبنت عملية الخطف ولا أحد طالب بالتفاوض، وزادت حيرتهم بعدما روجته بعض وسائل الإعلام أخيرا عن احتمال إعدامهما دون أن تقدم دليلا مقنعا. تعبنا ياسر، ليلى كل تعبت ياسر، ما نرقدوش الليل، ما ناكلوش كالناس، ما نرقدوش كالناس، ما نرتاحوش كالناس، تعبنا ياسر. استنوا دقيقة بعام، لا عيدنا عيد ولا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار. لا تطلب عائلة الصحفيين سوى الكشف عن وضعهما والإفراج عنهما في أقرب الآجال، وتناشد كل من يمكنه المساعدة التدخل لتحقيق ذلك. نطلب منهم يفرجوا عليه ويفرجوا علينا احنا، العائلة تعبنا تو 4 شهور ونص ما نعرفوش مصيرنا ومصير ولدنا وين ماشي. نوجه لهم نداء، نقول لهم ارحم في الأرض يرحمك من في السماء. في الأثناء تتواصل مساع تقوم بها جهات رسمية وجمعية مدنية في تونس وليبيا من أجل الحصول على معلومات عن مصير الصحفيين المختطفين منذ سبتمبر الماضي ومحاولة الإفراج عنهما، لكنها بقيت دون نتائج تذكر إلى حد الآن في ظل تزايد وتيرة الأنباء المتضاربة عن وضع سفيان ونذير. رغم الغموض الذي يكتنف مصير الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، لم تنطفئ شعلة الأمل في عودتهما سالمين. حافظ مريبح، الجزيرة، تونس. العاصمة تونس ونشروا هذه الصور للذكرى، فهي قد تكون أبلغ من الكلام، تضامنا مع صحفيي تلفزيون فيرست تي في تونسيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من 4 أشهر. فالمعلومات شحيحة عن وضعهما والحيرة بادية على وجوه أصدقائهما الذين جاءوا للمطالبة بالإفراج عنهما. لا يختلف الأمر كثيرا هنا حيث تسكن عائلة نذير الكتاري. التقينا أقاربه فحدثونا عما يعيشونه من ألم وعذاب في ظل غياب أي أخبار مؤكدة عن ابنهم. فلا جهة تبنت عملية الخطف ولا أحد طالب بالتفاوض، وزادت حيرتهم بعدما روجته بعض وسائل الإعلام أخيرا عن احتمال إعدامهما دون أن تقدم دليلا مقنعا. تعبنا ياسر، ليلى كل تعبت ياسر، ما نرقدوش الليل، ما ناكلوش كالناس، ما نرقدوش كالناس، ما نرتاحوش كالناس، تعبنا ياسر. استنوا دقيقة بعام، لا عيدنا عيد ولا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار. لا تطلب عائلة الصحفيين سوى الكشف عن وضعهما والإفراج عنهما في أقرب الآجال، وتناشد كل من يمكنه المساعدة التدخل لتحقيق ذلك. نطلب منهم يفرجوا عليه ويفرجوا علينا احنا، العائلة تعبنا تو 4 شهور ونص ما نعرفوش